بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هناخد مساحة سطح المنشور الرباعي. وإحنا خدنا الحصة اللي فاتت حجم المنشور الرباعي، وقلنا إن حجم المنشور الرباعي بيساوي حاصل ضرب أبعاده الثلاث، يعني الطول في العرض في الارتفاع، اللي إحنا قلنا لام في ضاد في عين. لام اللي هو الطول، وضاد اللي هو العرض، وعين اللي هو الارتفاع. ده حجم المنشور. النهاردة هناخد مساحة سطح المنشور الرباعي، يعني يقصد بها المساحة الكلية للمنشور الرباعي. فأول حاجة هناخدها في الدرس، هنعرف يبقى فكرة الدرس النهاردة بتعتمد على إزاي أجيب مساحة سطح المنشور الرباعي. المفردات، مساحة السطح. تعال نشوف نشاط عشان يفهمنا يعني ايه مساحة. لو احنا جبنا مخطط للمنشور بالشكل اللي قدامنا ده، طبعا احنا قولنا قبل كده ان الخمسة داي، 5 سنتي دي بتسمى طول، اللي هو الطول اللي هو ده 5 سنتي، وده بيسمى عرض اللي هو 3 سنتي، وده بيسمى الارتفاع اللي هو العين. يبقى دي طول 5، يبقى اللمة 5، الضاد ب3، العين ب6. لو انا عايز الحجم بتاع درس الحصة اللي فاتت، كنا بنقول 5 ضرب 3 ضرب 6، ده حجم المنشور. لكن الوقت درس النهاردة المساحة سطح المنشور، يعني المساحة الكلية. تعال نعرف، لو احنا جينا قصينا الشكل ده وخلناه بحيث ان احنا نفتح العلبة او الصندوق على الشكل ده، دي بيسمى دي اللي هو الخلفي، ودي الامامي مثلا، ودي الجانبي، ودي الجانبي، ودي الاعلى، ودي الاسفل. زي الحجره، الحجره اللي احنا بننام فيها عباره عن متوازي مستطيلات، الاعلى اللي هو السقف، والاسفل اللي هو الارض، الخلفي اللي ورا ظهري، والامامي اللي قدامي، الجانبي اللي على ايدي اليمين، واللي على الجنب اليمين والجنب الشمال. لو احنا جينا نشوف، هنلاقي هنا عشان اجيب مساحه المنشور ده، يبقى أنا لازم أجيب مساحة الأعلى اللي هو الأسفل، أو مساحة 1 وأضربه في 2، لأن الأعلى والأسفل قد بعض، والخلفي والأمامي هجيب مساحتهم، والجانبي ما هما زي بعض هنجيب مساحتهم. يبقى أنا عندي 2 جانبي، واحد خلفي وواحد أمامي، والاتنين متساويين، والأعلى والأسفل الاتنين متساويين. أوجه مساحة كل أوجه مساحة كل وجه من أوجه المنشور، وأرجع أجمع مساحات أوجه المنشور كلها، دي هيعطيني مساحة سطح المنشور. يبقى مساحة سطح المنشور معناها المساحة الكلية للحجرة اللي أنا قاعد فيها مثلا. قلنا نجيب اللي فوق واللي تحت، والجوانب، والأمام، والإيه، والخلف. طيب، يبقى لو احنا سمينا ده اهو، دي طبعا لام اللي هو الطول، وعين، ودي ضاد، ودي عين، ودي لام. لو احنا جينا استنتجنا المساحة الكلية، احنا لو جينا نجيب مساحة الخلفي والأمامي، ما هو الخلفي لام في عين، والأمامي هيبقى لام في عين، يبقى كده 2 لام في عين. يبقى انا هجيب مساحة وجه واحد واضرب في 2، يبقى 2 لام في عين. طيب لو احنا جينا الجانبي، عين في ضاد، وهنا عين في ضاد، يبقى 2 عين في ضاد. طيب لو احنا جبنا الأسفل والأعلى، هيبقى لام في ضاد، يبقى الطول في العرض، ونضربه في 2. يبقى انا دلوقتي استنتجت ان مساحة اهو، قال لي مساحة الوجهين السفلي والعلوي، لام في ضاد في لام زائد لام ضاد، يبقى 2 لام ضاد. الوجهين الامامي والخلفي هيساوي لام عين زائد لام عين، يبقى 2 لام عين. الوجهين الجانبي ضاد عين زائد ضاد عين بيساوي 2 ضاد عين. المساحة الكلية بقى للمنشور ان انا هجمع 2 لام ضاد واتنين لام عين واتنين ضاد عين، يبقى دي مجموع، دي المساحة الكلية. يبقى أنا دلوقتي استنتجت إن مساحة سطح المنشور رباعي بيساوي بالقانون أهو، 2 طول في عرض زائد 2 طول في ارتفاع زائد 2 عرض في ارتفاع. يبقى احنا هنضرب مرة الطول في العرض ونضربه في 2، ومرة الطول في الارتفاع ونضرب في 2، ومرة العرض في الارتفاع ونضرب في 2، ونجمع الـ3 المساحات. تعال نشوف.
سؤال: أوجد مساحة سطح المنشور الرباعي المقابل. طبعا احنا أول حاجة هنفسرها خطوة خطوة. الطول اللي هو اللام ب7، العرض اللي هو الضاد ب5، العين اللي هو الارتفاع ب4. زي ما احنا قلنا القانون، أول حاجة هنجيب 2 مرة لام في ضاد، يعني 2 × 7 × 5 تطلع لي ب70، ومرة 2 لام في عين يبقى 2 × 7 × 4 × 56، المرة التالتة 2 ضاد في عين، يبقى أنا هضرب مرة اللام في ضاد، اللام في عين، الضاد في عين، وأضربهم في 2 وأرجع أجمع الـ3 مساحات. يبقى أنا دلوقتي هنجمع المساحات، يبقى أقول له 70 + 56 + 40 هتساوي 166 سنتيمتر مربع. يبقى أنا على طول هنضرب 2 × 7 × 4 و2 × 7 × 5 و2 × 5 × 7 ونقوم جامعين الـ3 مساحات، هيطلع لي المساحة المنشور أو مساحة المنشور الرباعي. أوجد مساحة المنشور. تعال نشوف، عندي برضو هنا في المثال اللي قدامنا الطول اللي هو لام 4 والعرض ب3 والارتفاع ب2. نفتكر كده هنضرب 4 × 3 في 2 ونضربها في 2، نرجع نضرب 4 × 2 ونضربها في 2، نرجع نضرب 2 × 3 ونضربها في 2. يبقى خطوة خطوة ممكن نكتب القانون، ممكن بدل ما نعمله بالخطوة ده ايه، ممكن نكتب القانون مرة واحدة: 2 لام ضاد + 2 لام عين + 2 ضاد عين. طب 2 لام ضاد 2 × 4 × 3 ب24، و2 × 4 × 2 ب16، و2 × ضاد × عين يعني 2 × 3 × 2 تطلع ب12. نجمع الـ3 مساحات يطلع لي مساحة السطح كامل. تعال نشوف مثال من واقع الحياة. وضعت بروالة كريستال على شكل منشور رباعي داخل صندوق طوله 18 سنتي وعرضه 7 سنتي وارتفاعه 21 سنتي. أوجد مساحة سطح الصندوق. يبقى أنا عندي اللام ب18، عندي الضاد ب7، عندي العين ب41. يبقى أنا هنقول له هنضرب مرة 2 × 18 × 7 + 2 × 18 × 41 + 2 × 7 × 41. زي ما احنا قلنا اهو بالتفصيل: 2 لام ضاد + 2 لام عين + 2 ضاد عين في خطوة واحدة. زي ما احنا قلنا اسهل: 2 × 18 × 7، 2 × 18 × 41، 2 × 7 × 41، لان احنا قلنا اللام ب18، العرض اللي هو الضاد اللي هو ب7، والارتفاع اللي هو ب41، ونضرب الـ3 مساحات ونجمعهم يطلع لي المساحة الكلية اللي هي 2302 سنتيمتر مربع. مثال تاني: أرادت رائدة طلاء الصندوق الخشبي في الشكل المجاور جميعها، أوجد المساحة التي تريد طلاءها. برضو لو احنا جينا نبص على الصندوق هنلاقي عندي الطول هنا ب90 سنتي، وعندي العرض ب45 سنتي، وعندي الارتفاع ب45. يبقى الطول اللي هو لام ب90، الضاد اللي هو العرض ب45، الارتفاع العين اللي هو ب45. لو احنا جينا نشوف في الحجم او المساحة الكلية هنقول له 2 لام ضاد + 2 لام عين + 2 ضاد عين، نضرب 2 × 90 × 45 + 2 × 90 × 45 + 2 × 45 × 45، هنضرب ونجمع هنطلع المساحة الكلية زي ما طلع قدامنا ب20250 سنتيمتر طبعا مربع، لان احنا قلنا اي مساحة بتكون بالمربع. تأكد: أوجد مساحة سطح منشور كل منشور فيما يأتي. قدامنا المنشور
طوله ب8، عرضه ب7، ارتفاعه ب6. يبقى اللام ب8، العرض ب7، الارتفاع ب6. يبقى اقول له 2 لام ضاد زائد 2 لام عين زائد 2 ضاد عين، ونضرب زي ما احنا قلنا بالتفصيل. طلعت المساحة هنا بيساوي 292. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم، وإن شاء الله نكمل الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.